ماشي حضرة النائب، تصرف حسب الأصول أحسن ما أضطر أتصرف أنا بطريقتي. أنت ما فيك تتصرف أو تتدخل بهي القصة ولا تتحرك من دون علمي، هذا الشيء ممنوع. الزلمة عم بيموت. عم يتهموا رفيقي بجرم ما دخلوا فيه وأنا واقف هون عم بتفرج. جسور بيك، أنا بعمري ما ظلمت حدا ولا برضى غير القانون يتطبق، فكون واثق من هالشي. منيح. إيه طيب طيب، وأنا تحت القانون كمان. فرصة سعيدة، شكرا لكم. أنا أملي فيك كبير، مشكور. العفو، بالتوفيق. شو القصة؟ طولي بالك بس أستجمع أفكاري وبعدها بحكي لك. بالمناسبة وأنت جوا بانا حكيت معي، عملية رفعت نجحت وكل أموره منيحة. شو عم بتقولي؟ العملية نجحت؟ حلو هالخبر. بس رح يبقى عندهم كم يوم. مو مشكلة، المهم إنه عايش وبخير. والله إنك فرحتي لي قلبي. ما قلت لي شو صار معك جوا؟ فيك توقف وتخبرني؟ أبوكي مألف له سيناريو جديد والنائب شكله مصدق بجد كل شي عم بيقوله. كيف يعني؟ قايل له منذر زلمتي وأنا راشي وإني عم بلاحق رضا لأنه أكبر أعداء تحسين كورلوداغو، لهيك تهريبه من السجن من مصلحتي. وتفاصيل غريبة وعجيبة، هو عامل حبكة بوليسية. والله عن جد رح يجنني، أفكاره شيطانية. وقت اللي رحتوا لتشوفوا رضا عادي لقال نفس هذا الحكي. ايه قالت انت بدك تنتقم من ابي حتى لو عن طريق مرته، ولهالسبب هي قررت تتواصل مع اخوها القاتل. والله هدول شياطين. يا الله، انا عن جد سكر مخي. أنا لازم أعرف شو صار بهديك الليلة، ويمكن مرتبطين ببعض، وأنا هيك عم بقول بس ما فيني أتراجع بنوب هلأ. ناطرنا الأصعب بكتير بعد اليوم، والمهم توثق بسوهان. المهم سوهان توثق فيني وبحالها. على هاي المفاجأة الحلوة، شكرا لكم على وجودكم بحياتي. شكرا كتير شيرين. يا عمري انتي، ولوقفتكم جنبي ولصداقتكم لقلبك وحنانك وللحب يلي غمرتيني فيه ولعنادك يلي خلانا نوصل لهالمرحلة لنكون عيلة حلوة كتير. بحبك. بحبك.
يلا شو ناطرين؟ انسينا. شو اليوم يا حزرك؟ ثلاثة. لا غلط. هذا اليوم غير. أول ما أجيت ودخلت على هذا البيت ما تخيلت بنوب إنه هذا الخاتم بده يكون قصة عشق، وإني رح احتفل جنبك بعيد ميلادي. هلأ صار فيني أقول إنه يلي جاي هو الأحلى، وإيامنا الحلوة لساتها بالبداية، لأنه بوجودنا مع بعض كل شي رح يكون حلو. لا، قلوبنا دابت مثل الشمع من كلامكن الحلو. آسفة. برافو. عقبال المية. لأنك آمنتي بحبنا رغم كل الظروف اللي وقفت بطريقنا، أنا بدي أقول لك شكرا. شكرا سوهان على مدار أغلو. أنا دائما بوثق فيك. كمال، أنا لازم أرجع على المشفى، دير بالك على البيت. لا تأكل هم أخي. ماشي. ماما أنا رايح. لوين بدك تروح بهالوقت جسور؟ برجع بعد شوي، عندي شغل ضروري. لا، ما فيك تأجله لبكرة الصبح، ليش لحتى تروح هلأ بنص الليل؟ بأمرك. شوفي لي هالهدية إذا بتعجبي. يا عمري انت، هي هدية معمولة مخصوص مشانك، افتحي شوفي شو مكتوب على القنينة. بارفان. هل هناك عاشقين لم يغرقا في الأحزان ويضعفا؟ عاشقان لم يختبئا بين الجدران ولم يسقطا كورقتين في الخريف وحيدين. قال لم أرى فمسح دموعه ومضى، وعرف أن الحب والألم شقيقان لا يفترقان أبدا، وحكى قصة العشق لكل عاشق، ويبقى العشق. شكرا كتير لكم، فرحتوني من قلبي. سوهان صممت القنينة. شكرا يا روحي. الشعر اللي بتحبيه؟ قصيدة العشق. طبعا العشق. هي هديتنا إلك أنا وجسور مع بعض، وشيرين كان إلها بصمة بالموضوع كمان. خلصنا. لو ما بعتت القنينة الغلط كنا وقعنا بورطة. أها. أنا أصلا سويت هالحركة. يلا ابني روح خلص شغلك وارجع بسرعة. ايه سلام. روح وتعب بسرعة. رح تبقي هون؟ يعني رح نحكي بخصوص مجموعة الشعر واجتماع اسطنبول، اتفقنا؟ بس تجي منحكي على رواق. عقبال المئة سنة يا روحي. وتقضيهم معي كلهم. هاي أمنيتي.
بدلك ما تجي لهون، شو جابك هلا؟ اجيت لحتى اشكر جان لانه ما قتل ابي، وحتى اعرف مين ابن رفعتي اللي بيحمل سلاح مثل المجرمين. خلص اهدي، اذا بيموت ابي تاكدي ابوكي ما رح ينفض مني. جان قلنا خلص لا تحكي هيك عند النائب. ليك انا زعلانه على ابوك، هو حد طيب ورح يتعافى ان شاء الله عن قريب. حاسه بشعورك، انا بنت الزلمه اللي بيكره زوجي كمان. يعني اذا ابي مسؤول عن اللي صار رح اعمل كل شيء بقدر عليه لحتى ينال العقاب، بس ما رح اسمح لك انه تاذيه ابدا. وحتى يخلص التحقيق لازم تضل ايديك مكلبشه. مزبوط، العدالة ما بتصير برفع السلاح. مرحبا. أهلين سرحان بيك. منين بتحب نبدأ وكيف بتحب نحكي بملفك؟ جسور في عليه شكوى من أبي، مع أنه هو يلي حما. جسور مشكلته أكبر من هيك، لأحسن أنه نبلش مع جان. لو سمحتوا خدوا جان على الغرفة لنسمع إفادته. أنا ما فهمت كيف يعني مشكلتي أكبر. شوفير الشاحنة هون. إيه معي خبر، وناطرة تقلي شو إفادته. إيه طيب، شوي ومنحكي، يا ريت ما تروح لمكان لو سمحت. أكيد في طبخة جديدة بهالقصة. مو مطمني كلامه. لنشوف. رح يجيبوا الشرطي هلأ. لأنه في شغلات كتير ما عم بعرفها عم بتصير، وحتى النائب من شوي حكاني بأسلوب غريب. شوفي شو الموضوع. لحظة، الظاهر المدير إجا. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. مرحبا. أهلين يا بيك. بقدر خلي الخط مفتوح إذا ممكن؟ لأنه معي على الخط هلأ جسور على مدار أغلو. تعرف الرسالة انبعتت لإله وهو موجود هلأ بالنيابة مشان هالقصة بالذات. ايه طبعا، تفضل. جسور عم تسمعني؟ ايه الصوت واضح، بس لحظة. ابني شو اسمك؟ أورهان توكسوز. طيب أورهان، اللي انت من كم سنة عم تشتغل هون؟ 5. السجين رضا شيربجي، مرعى راسك شي؟ ايه، بس مشان قصة الرسالة في عنا كتير سجناء وما بقدر اتذكر كل حدا شو كتب. هو ما كتب غير رسالة واحدة من 30 سنة، يعني لازم تصير فضولك شو كتب ولمين. ليك ابني على الخط هلأ موجود معنا الشخص يلي انبعتت له هاي الرسالة. أورهان يعطيك العافية. ليك الكلام اللي رح تحكيه هلأ مهم كتير، يعني إفادتك كتير مهمة بهالقضية، لأنه الشغلة فيها حياة أو موت بالنهاية، والرسالة اختفت وما ضل لها أي أثر، وهذا أكبر دليل أنه في مين بده يخفيها. لهيك حاول تتذكر أي شي بتتذكره ممكن يفيدنا. يعني ما كتب فيها شي بينذكر، حتى قصة هربه من السجن مو جايب سيرتها أبدا. مفهوم، مو مشكلة. كان كاتب شي مثل الشعر. ايه وشو فهمت منه؟ انه هن قتلوا ابوك او شي من هاد، ما عاد اتذكر. كيف يعني شي مثل هن قتلوا ابي؟ فيك تشرح لي اكتر؟ كان كاتب انه قتلوا ابوك مرتين، بس صدقني ما عاد اتذكر منيح. قلت لي ابي مات مرتين لك. مات مرتين، يعني شو المقصود؟ أبي مات مرتين، شو معنات الحكي؟ شرح لي هاي الجملة. أبي مات مرتين، شو معناتها؟ يلا جاوب على السؤال بسرعة. إذا كان رضا بيعرفه لأبي، يعني أبي ما مات جوات السيارة. قيمك من هالحكي الفاضي، انت هربته لرضا، روح خبر النائب كيف عملتها. حضرة النائب، أنا بدي أفتح قبره لأبي، لازم أعرف كيف مات.
ليش هذا المجرم لساته هون؟ سرحان بيك الزلمة اعترف، اللي شو ناطر بقى؟ اي زلمة؟ شوفير الشاحنة. انا عرفت شو مكتوب برسالة رضا وليش خفوها بعدين. في عندي علم، المدير حكى معي. شوفير الشاحنة قدم افادته، قال جسور هو اللي امرني، مو هيك اعترف؟ وانت شلون عرفت يا تحسين بيك؟ انا محمد بيك هو اللي دق لي من شوي وقال لي شو صار. ولا بدك اقعد بالبيت وانطر حتى يجوا هدول المجرمين ليقتلوني؟ الظاهر انه محمد بيك معلوماته مانا كامله، نحن مانا مسدين هاي الافاده. واضح انه حافظ درسه منيح. صحيح، هالشي كتير واضح، يعني كانه كان رح يقلنا الرقم الوطني تبع جسور على مدار اوكلو. لو قلت له مصيره اكيد كان هو فكر كتير منيح. سيدي رح تعمل هيك، روح وحقق مع الناس اللي اختلط فيهم السائق خلال فترة وجودهم. بأمرك. عطوا الشوفير اسمه لجسور بيك بالحبس يا بيك. تحسين بيك، بناء على التحقيق اللي أجرته هيئة النيابة بملف تهريب السجين وبحكم السلطة الممنوحة إلي من الهيئة، وبناء على الإفادات وبناء على شهادة الشهود، أنا بصدر أمر باعتقالك. شو هالحكي الفاضي؟ رح ناخد إفادتك، وبعد الإفادة بيصير ملفك عند المحكمة، ووقتها هنيك فيك توكل محامي فورا. لك مو أنا اللي بوقع بهيك كمين، وكل واحد فيكن جاي الحساب وجاي الدور. خدو الكل هون رح يتحاسب، وما رح أرحم حدا أبدا. أنا بورجيكن قيمتكن، أنا بورجيكن مين تحسينكن رداك، مو أنا اللي بوقع بهيك كمين. الكل هون رح يتحاسب، والله لا ربيكن كلكن. أنا بورجيكم. ولسه رح نعيش أسى من هاللحظة. ما بدي أفكر بشي، بس لازم تكوني جاهزة. لازم أحكي مع النائب شوي. سوهان، شو يلي صار؟ حسب سجلات هواتف الشباب اللي بالنظارة، واضح انه هنن حكوا مع المفتش منذر. النائب اللي وقعهم بالفخ هو عرف اللي صار، قال لهم انه مسك منذر واعترف عليهم بكل شيء، ومشيت عليهم وحكوا الحقيقه. يعني في حدا اعطاهم اسمي؟ ما هي طبعا منذر اللي هرب السجين. لكان ليش اخذوا بابا على السجن؟ لانه المفتش منذر حكى مع ابوكي اكثر من مره الاسبوع الماضي، وهذا الشيء دليل عليه. هذا غير انه في شغلات غامضه بخصوص الطلب تبع نقل رضا كمان، وبظن مشان هيك هاي الشغلات ما انا ادله بنوب. يعني بابا فات على الحبس على مجرد شكوك؟ إذا ما كمشوا منذر واعترف لهم مستحيل نعرف. يعني إذا بيضل برا مو لمصلحة أبي، وإذا مات هالشي لمصلحته. جد سوهان يا ريت ما تزعلي مني. سوهان انا لازم احكي مع اخي كورهان. لسه رح تتعذبوا كتير جسور، والله بعرف هالشي بانو. شكرا شكرا، يسلموا. شكرا يا جماعة. انت رايح معنا؟ انا لا، انا عندي شغلة بدي روح اطمن على رفعت. وانا تعبت، خاطركم. مع السلامة، تصبح على خير. جان شو وضعه؟ تحسين بيك ما رح يسامحه؟ يعني لو كان تحت رحمة تحسين كورلوداك كان الولد صار بالسجن. بس جان حط السلاح براس أبي،
حتى كان رح يقتله، والنائب أخلى سبيله صح؟ هلأ جسور نسي هالموضوع. على شو عم بتلمحي قولي؟ والله النائب واقف معكم، حتى هذا الشيء كتير واضح من تصرفاته. ما شفت كيف زعل لأنه بابا طلع عن الموضوع؟ لا مو معقول، يعني صدقتي المسخرة اللي صارت بالمحكمة؟ أنا بعرف بعرف كان بدك يصير العكس، بس ما صار هالشي للأسف، ما صار. بابا طلع مظلوم. ليكي أنا متأكد 100% من هذا الحكي. بعد ما أخدوا لأبوكي لجوا فوراً رجاله تحركوا، بالأول قال له يختفي، وبعد ما صار الشي اللي مانو متوقع وانسجن منذر بيّن لينفذ أبوكي واعترف. للأسف ما في شي من يلي براسك أبداً، صح ولا لا؟ بابا ما له علاقة بأي شي بالمرة، الزلمة إجا واعترف بكل شي. ليش اعترف برأيك آه؟ ليش اعترف دغري؟ الزلمة كان هربان وفي واحد محبوس بداله، يعني معقول هذا اللي قتل شخص يحس بالذنب ويحكي مع النائب لأنه كتير صاحب ضمير ويقول له شو عمل؟ مو معقول هالحقد يلي حامله، أنا صايرة ما عم أعرفك بسببه. لا تحكي هيك سوهان، كرمال الله لا تحكي هالشي، لك افتحي عيونك. لا تضلك عمية هيك، عرفي الناس اللي حواليك. جسور لو سمحت خلصنا رح نمشي. بس انت بتعرفي، انت بتعرفي كل شي، بس ما فيكي تتقبلي. رح تتقبلي هالشي بس لما ورشيكي كل شي. كمال تعال سوق. طيب بدك اجي معك؟ لا بقى. بتمنى ايام احلى من هاليوم. وانا بقول لك يمكن نرجع على بلدة كورلوداك، بس عن جد انا ما بعرف كمان، يعني يمكن نغير قراراتنا ونعمل شغلات تانية، بس اللي بعرفه ومتأكد منه كمان انه بدنا نكون مع بعض لحتى نعبي وقتنا ونحب بعض أكتر. ونحن اللي رح نسمي سنين عمرنا. بالهوى الحلو. ما كان في حياتي. يلا قوم بسرعة، معك 10 دقايق اتحرك. تعالي سوهان. ما عاد في معنا وقت. انت معك تياب بالسيارة شي؟ طيب معك بوت رياضة؟ لكان يلا يلا عمري، ضل 9 دقايق. يلا حبيبي. اليوم ما في لا موبايل ولا غيره. لا تتطلع على الوقت. انت عم تنتقمي مني؟ بس ما رح اسمح لحدا انه يخطفك. لكن رح اطلب السماح. الجرايد ممنوعة. ايه بس اليوم السبت. تركتك تقرا كلمتين.
يسلم. موبايلك مو؟ اي موبايلي؟ هذا النائي. منيح تحمل لهلا. نعم سرحان بيك. انا عرفت شلون محمد دري بالعملية تبعنا. كيف؟ هو كان عم يراقب اللابتوب تبعي. تحسين كورلو داك. ما بعرف إذا هو ضمن هالموضوع كمان. أكيد بيعرف بهالشي. على كل حال وينك أنت؟ في شغلة براسي وبدي نناقشها أنا وياك. أنا باسطنبول، بس وصل على كورلو داك بدق لك. إيه طيب عم استناك. خير بقى، شو عامل تحسين كورلو داك؟ مبارح الشرطة مسكوا واحد مشتبه فيه. ايه هو. تتذكري هذا الرجال يلي رمى الحجر على ابوكي بالساحة؟ هذا طلع عم يشتغل مع رضا. وين الجديد بهاي القصة جسور؟ برأيك انه ابي ما رح يعرف مين يلي عملها؟ انا بظن انه ابوك يلي منظم هذا الموضوع. عن جد كان ما يحق لما قلت لك انه مو شايفه مثل هذا الحقد بحياتي. لا مو هيك. كيف ما انه هيك؟ يعني تحسين كورلو داق عمالك عيونك بشكل مو طبيعي، حتى ما عادت شفت الحقيقه. انت مالك عادل بنوب، يعني اي شيء بيصير بيكون بابا سببه. ايه طيب في معك حق، اهدي. اسمع والله هالرجال اللي عم تحكي معه وعم تسأله عن رأيه مانو عادي. الزلمة نائم، شو ما قلت ما بيهمه. لما بده يثبت الحقيقة ويتهم حدا ما بيتهمه بس بالحكي. إذا كان في دليل وهالدليل حقيقي فروحوا احكي فورا، بس إذا ما في لا تروحوا تتهم أي حدا. عندك حق وبعتذر منك. ما قنعتك بهالحكي ما هيك؟ حتى ما حبيت فكرة إنك مانك عادل. أنت عم تتأسف لي لسكر تمي وأسكت. لا بس رجعتي تزعلي مني وأرجوكي لا تعملي هيك. ماشي يلا أنت روح وشوف النائب فورا وحل مشاكلك. لا. وأنا بحل مشاكلي كمان. لا خلص سوهان اهدي بقى، طولي بالك. هالشي مو بإيدنا. كل مرة منتخانق وأحسن شي إنه ما نحكي بهالموضوع، ممكن جسور؟ تأمريني وأنا بعتذر منك، بس لا تزعلي هيك. روح خلص شغلك وارجع لعندي. طيب لا تنزلي، خليكي أنا بوصلك لوين ما بدك. أنا رح روح تمشاي، لا تصر علي ولا تنزع اليوم الحلو. وكتير حلو، يعني أقضي الوقت معك وفيق وانت جنبي. أنا دائما بدي أعيش هذا اليوم. معناها خليني ببالك. انتبه على حالك.
كنت عم أحكي معك، وأنا كنت عم قلك تعال نتمشى على الشط جسور، بس فجأة فضي البحر من المية اللي فيه، صار فيه حفرة كبيرة جواته. قلت لك ليك كيف نشفت المي، بعدين مسكتني من إيدي وأخذتني وبعدتني عن المكان. دائما هيك، حسيت إني رح أغرق بهالحفرة اللي جواته، وضاق نفسي وحسيت إني رح موت، بس أنت إجيت وأنقذتني. ورح أنقصك. شو أنا عم أحكي لك حكاية؟ ليكي أكيد رح تشوفي كوابيس لما تتركيني وبتخوفي أروحي. ولهيك نحن لازم نرجع على بيتنا، لأنه أنا ما فيني أنقذك غير لما تكوني معي وجنبي. أنا مو بطل خارق كتير ماشي، لهيك لازم تكوني دائما تحت جناحي لأقدر أنقذك من الأشرار. لا لا شوف، يلا روحي من هون، روحي روحي انقلعي من وشي، روحي من وشي انقلعي يلا فورا. بتعرفي شو عم شوف لما بتطلع فيكي؟ انك بنت المجرم يلي قتل امي وابي وعيلتي واللي بحبه. انت هلا بالنسبه الي بنت هالقاتل، وأنا بعرف هذا الشيء ومتأكد منه. أنت بنت غريمة، يلا نشوف نلعي. Thank you.
سوهان هي اللي حطت كل هذا الورد. أخ يا أمي الله يرحمك. وأخيرا اجتمعوا مع بعض وصاروا أماني عن بعض. شهاد ما شاء الله عن جد طالعة بتاخدي العقل مثل قطعة القشطة. وناقصني العسل. صباح الخير. ايه حاجة تحليها بنت ميشان العين. روحي شو ما جهزتي كلمتك؟ اي كلمة بقى؟ الكلمة تبع افتتاح المهرجان. لا ابدا جاهدة. انت رح تفتتح ما هيك؟ والله انا خربشت كم كلمة، فيك تشوفي اذا كنت مخبص فيهم. اها شو هاد يا كورهان بيك على أساس كاتب بس كلمتين؟ عن جد ما شاء الله. ايه من قبل بعرف انه سوهان رح تهرب وتورطني فيها. يعني اذا انت قريتها اكيد رح يناموا الحضور. مو قرعي حفظتها بصم. يا روحي انت اكيد تعذبت لحفظتها. خلصنا يا ما رح اقراها ولا احكي. حياتي لا ترد عليها، خلص احكي قد ما بدك وشو ما بدك كمان. ولا تنسى تحكي شغلات عن لسان ابوك. ها شيرين يلا جاية. سوهان بعتيلي خبر لتحت بس تطلعي مشان اقدر اهرب من عادي لخان. طيب سوهان لازم تشوفي ابوكي قبل المرافعه وترفعي معنوياته. مو هلا وقت هذا الحكي. يا روحي بعرف انك مانك قاضي ولا انت اللي رح تاخدي القرار، بس على القليله وقفوا جنبه. ايه اصلا نحن واقفين جنبه يا جاهده. نحن اتنين ما عم نفكر انه عمل هيك شيء، مزبوط ولا لا يا سوهان؟ ايه بعرف، بس انا اللي بدي اقوله انه ما يضل بيناتكم زعل وغيره بس يطلع من السجن. خلص جاهدة خلص. يعني برأيي انه ضروري تقطع أملها من جسور كمان. الزلمة سحب حاله وراح من كورلوداغ وما مبين من شهر ونص، وكأنه سوهان هي اللي راحت وقتلت أمه. لا تواخذني كورهان، بس برأيي بعد كل اللي صار وموتة أمه يعني مستحيل يجتمعوا. خلصنا مرت أخي. أنا عم أحكي مشانك. قلتلك خلص خلصنا. أنا ما عم فكر شو رح يصير فينا أنا وجسور. المهم أعرف مين هو المجرم، ولوقت أنا ما رح ارتاح. وجسور هيك ألف صحة. قلت لك خلص. لك شو بدك بهالحكي؟ عن جد اللي بيقول الحقيقة بصير مكروه من كل الناس. أنا عم أحكي مشانها روحي، عم أحكي مشان تكمل حياتها بدونه. بعد هلأ جسور ما رح يرجع يا كورهان. رح صف السيارة وارجع. ايه ماشي رفعت. جسور كيفك؟ انا منيحة وانت؟ منيح منيح، بس إذا ما بتسألوا هالسؤال رح أرتاح أكتر. إيه طيب والله معك حق، ما رح أسأل بنوب. منيح؟ عنده خبر إني جاي ما هيك؟ إيه أكيد. قبل يشوفك كمان. أنت متأكد إنه بدك تعمل هيك؟ متأكد وأكتر ما بتتخيلي. ليك جسور لو سمحت خليني أنا يلي أتولى الحديث مع رضا. بس أنا بدي شوفه لحالنا يا بانو.
جسور مستحيل. أنا قلت لك إنه لازم أكون معك وقت اللي بدك تشوف رضا، وإذا ما بدك أحكي ما بفتح تمي بنوب. أنت لسه بتوثق فيني؟ لأنك ما منعتيني حبك رغم كل هاي الحواجز اللي بيناتنا بتشكرك كتير يا سوهان على مدار أغلو. أنا دائما بوثق فيك. بعتذر لأني جيت بدون موعد. الحقيقة خفت تقولي لا تجي أو ما تردي علي. كنت قلت لك لساتني متذكرة وش أبي وهو عم يصرخ من جوات الحبس. بس أنا مو عتبان عليكي وبتعرفي هذا الشيء. أنا بحس إنك مزعوج مني مو منه. كيف رفعت بيك؟ صار منيح؟ منيح. ايه عم يتحسن حتى بلش يتجاوب اكتر. على خير، بس الساعته لهلأ ما صح لسه بده وقت اكتر من هيك. بس منشكر الله على كل حال، وان شاء الله يوم عن يوم رح يتحسن. الدكتور قال انه تجاوز مرحلة الخطر. فرحتني. بتحب تشرب شي؟ لا لا ما بدي. عم تكتبي لي رسالة؟ في كتير شغلات حابة قلك ياها، بس أنا كل ما أتذكر وشك والحالة اللي كنت فيها بقول شو ما قلت مانا مهم. ليكي كل كلمة بتطلع من تمك بعتبرها مهمة كتير بالنسبة لي. معناها ليش مزعوج مني؟ أنا ولا أنت؟ ليش بتضل تلف وتدور؟ طبعا أنت. طيب أنا مزعوج؟ إيه، لأنك بتنفعلي كتير. أنا ولا أنت؟ أنت. انتي قلتي انك واثقة فيني ولا ما قلتي؟ بس يلي شايفه انه كل ما بتطلع قدامنا مشكلة ما بتواجهي وبتهربي فورا. لا انا ما عم اهرب، بس عم حاول اني اعطيك مجال لتفرغ كرهك كله. تاركتك على راحتك لتتحرى عن ابي وتتهمه كمان.
مو على أساس رح نتحرك سوا سوهان. أنت ما بدك غير إنه نتهم بابا سوا ونحبسه. لا أنا بدي نكشف الحقيقة كلها مع بعض، بس أنت عم بتشني حرب علي قبل ما نوصل لهذا الموضوع. يا ريت معي مراية بس لحتى فرجيك وشك هلأ والحالة يلي واصل لها أنت. أنا بعمري ما شفت هيك كره. لك أنا قلت لك من قبل بكره أبوك وما عم خبي هالشي بنوب. لكان إذا هيك ما فيني يكون واقفة جنبك. لما حضرتك فتت على السجن هديك المرة بابا راح لعندك وأنت يلي بلشت تعيط وتخانق وتهدد. قلت له اللي معك ثلاث ارواح كورداغ. صوتك ببالي لحد اليوم. هالشي شو بيعني؟ ما بيعني شي بنوب. هلا حابة أعرف الحقيقة بدون ما أتدخل بينك وبينه. ومثل ما أنا خليت مسافة مع أبي لازم تخلي مسافة مع زوجك. هيك خايفة تصير واحد تاني بعد ما تلاقي اللي عم تدور عليه جسور. يعني إذا كان بابا عن جد مثل ما أنت بفكر هو وقتها رح يزيد كرهك ضعفين. وإذا ما طلع هو رح تختنق. ولا أنت راسم بخيالك قضاة على كيفك وأنهم حكموا على بابا بالسجن وبدك يعني بس كون جنبك لحتى أشهد عليه وأكتر. أنا ما أجيت لهون لحتى ناقشك بالقصة هي. إذا جاية مشان روح معك فأنا لا أنا بعرف إنك رح ترجعي لما يجي الوقت وبتقرري ترجعي ويمكن ما ترجعي بنوب يلي هو إلا كان أنا رح سجل هاليوم بالروزنامة تبعي لأنه بداية لطريق جديد بحياتي. تعرفي شو لازم تسجلي بتاريخ اليوم؟ سجلي اليوم هي الرسالة تبع أبولا جسور اللي كانت ضايعة. بيكون أحسن. انت دورتي على النص التاني بين اغراض امك وهون وهون على الفاضي وما لقيتيها. طلعت مع كورهان اخوك. مين يلي قالك؟ مهربان خانو. هذا يلي عم احكي عنه. يعني نحن وبالطريق الصح بيطلعونا كل الاعداء. انا هذا يلي بدي اقوله. انا يلي بعرفه انه الرسالة موجودة معه. ماشي جاهدة اخذت الرسالة منه وانا ما بدي منك غير شي واحد بس انسي هداك الحكي. يا ريت تسمعي اللي بدي اقولك اياه. ما بدي غير هالشي منك واعملي كرمالي. اخذ الرسالة وجيب لك اياها ما هي؟ لا لا خدي الرسالة واجمعي النصين وقريون بس كوني لحالك ما حدا غيرك سوهان. ماشي رح اعمل اللي رح تقولي. اذا بتقولي انه طلعت هالرسالة رسالة انتحار انا ما رح اطلب فتح القبر. حتى بعدك رح اتخلى عن كل شي كنت ملاحقه. بعدك رسائل زعل ولا حتى وداع. إذا بدك اكتبي لي رسالة عشق. عشق
Sabahlara hiçbir şey düşünmeden konuşmadan dalıp gitmek uzaklara sonra düşmek ölüm gibi uçurumlara neredesin sesin nerede kirpinden düşen hüzün hala yerde hepsi boş kazanmalar başarmalar dilediğim onaylanmalar yoksun haklıydı diyorum soranlara ve karanlık perde perde sönerken gün seferden dönerken başlat aynı tören hayat bıraktı yerden tüm hızıyla dönerken ben onu seyrederken çıkar yeni akşam ben kedim yatağım çok şikayetçi senden. تعرفي انه انت رح تتزوجيني؟ neredesin ما رح يصير هيك شيء ابدا nerede kirpinden düşen üzüm hala yerde hepsi boş kazanmalar başarmalar dilerim onaylanmalar yoksun haklıydı diyorum soranlara ve karanlık perde perde sönerken gün seferden dönerken başla aynı tören hayat bıraktı yerden tüm hızıyla sürerken ben onu seyrederken çıkar geri akşam ben kedim yatağım çok şikayetçiyiz نعم يا روحي أنا قريت الرسالة رح صدق كل اللي بتقولي بدون أي سؤال إذا رسالة انتحار فأنا وقتها رح أتخلى عن هاي الدعوة
ألو سوهان، أنت فاضية شي؟ أنا هلأ عم أخذ درس اليوغا، في شي؟ لا أنا بس فكرتك فاضية. طيب خلص مو مشكلة، بنحكي بعدين. أصلاً أنا ربع ساعة وبخلص الدرس وبعدين بحاكيك دغري، اتفقنا؟ أنا قدام البيت. لك ألو، اليوم فينا نخلص الدرس قبل ربع ساعة لأنه هلأ اتصل زوجي فيني ومضطر حاكي. يلا بعد هالتمرين منوقف. تمام. رضا تعال هون، تعال هون. جسور؟ لك تعا وين رايح؟ انت شو عم تعمل؟ شو لك شغل هون ولا؟ اهدى شوي، انا مصور للصحافة، مالي حرامي ابدا. لك صحافة شو؟ شو عم بتصور اللي؟ جسور هاي الكاميرا. يعني شو له علاقة المصور فيني كمان؟ هلأ بعد اللي صار صرنا نعرف انه جارك اللي ساكن تحت بيشتغل بالسينما وبطل أفلام وملاحقينه المصورين كمان. استاذ يوغا وما بعرف شو. انت شو بتقصد بحكيك؟ يعني ما فيك تتدربي على هالموضوع بالنادي تبع اليوغا اللي تحت؟ ولا بالبيت بيكون أحلى بكتير، في هدوء وجو مناسب للتمرين، ولا شو؟ القصة أنه وقته مو زابط على وقتي ومشان هيك نحنا. يعني أنت هلأ صرت تغار علي ولا شو؟ وليش لحتى غار؟ أنا ما عم غار منه ولا شي، بس نحنا بهيك وقت وخصوصي بعد كل اللي صار معنا لازم ننتبه أكتر من قبل بكتير. لا لا تقلق، هذا المكان كتير آمن. نشوي أنا شفت قديش آمن. يعني أنت أجيت لهون لتخانقني؟ شبك؟ لا بس من أسبوع ما شفتك ويمكن من 10 أيام، صح؟ أستاذ اليوغا هاد عم بيشوفك أكتر مني، فطبيعي بهالحالة إنه يطلع خلقي شوي. لأنه اشتقت لك. وأنا اشتقت لك كمان. شوفي وصلت نتيجة التقرير. انت اقراها لشوف. التقرير بيقول تم فحص العظام التي أخرجت من قبر حسن كارا أوغلو والتي أرسلت إلينا من الجهات المختصة، وقد طلب رأي الطب الشرعي فيها. وإن كان هناك آثار لدخول وخروج نواة رصاصة فيها، وما هي مسافة الإطلاق بين السلاح والجثة إن كانت واضحة، والتثبت من نوع السلاح الناري. وبعد أن قمنا بتقييم العظام والفحص الدقيق تبين معنا وجود أماكن لدخول الرصاص. ومتطابقة مع أماكن خروجها. هن نوصوا على بابا. أبي ما انتحر في حدا قتله. صار لازم نعرف مين المجرم. جسور لوين بدك تروح؟